ايش راح اعمل؟ راح اخذ هذا الست، راح استخدم هذا الست. انا بحب هذا الالم اللي بالست، حاسه عيوني شوي ابعاد عن بعض، فانا ححط من هذا الاسود. انا عاجبني وسواده فاحم، ومع المجموعه اللي طلبتها راح اعبي بس بهاي المنطقه. فهمتوا كيف؟ ما بدي اطلع ويكون بوز، بس راح هيك راح اعمل. فهو الالم من لانكم جدا جدا حلو ووتر بروف، يعني بضل معاكم وقت طويل. وبعدين راح اخذ المسكرة تبعت لانكم هاي، بحبها وبتفرق الشعر وبتكثفه من تحت، راح استخدمها. فشوفوا هلا كيف الرموج المسكرة بتخلي الرموج كأنك حاطة رموج تركيب. جدا بتعجبني مسكرات لانكم، يعني ما بتحط رموج راح تنبسط عليهم.